السلام عليكم. العداء ضد العمل الإعلامي والحيلولة دون الوصول إلى المعلومة ومحاولة تجريف العمل الصحفي وتجييره لخدمة أهداف تلوي عنق الحقيقة، ذلك هو المشهد الأبرز في حياة الصحفي اليمني. في الآونة الأخيرة علت وتيرة الاتهامات وطالت العديد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين اليمنيين نتيجة لكشفهم الكثير من الملابسات في الحرب والأزمة اليمنية والانتقادهم جملة من الأخطاء والجرائم التي تأتي في سياق عملهم المهني، لكن ذلك أثار حفيظة بعض الأطراف فأوردت جملة من الاتهامات التحريضية ضد أسماء صحفيين ومؤسسات إعلامية بعينها دون أن يصدر موقف رسمي من الجهات المعنية. فلماذا هذا التحريض المستمر الذي أصبح الوجه الآخر لانتهاكات الانقلابيين؟ أليس من واجب الصحافة أن تنتقد الأخطاء؟ كيف يتحول الصحفي إلى متهم لأنه صحفي؟ وكيف يمكن وصمك بالإرهاب لأنك تقف إلى جانب الضحية؟ ولماذا يزج بالإعلام في أتون الصراع فيما هو شاهد على الأحداث؟ ألا يكفي الصحفي اليمني شيطنة وملاحقة الانقلابيين؟ وما هي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه مثل هذه الاتهامات؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام وغيرها سنحاول الإجابة عليها في حلقة الليلة من المساء اليمني. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. الصحافة ليست جريمة، محاولة جديدة لتكميم الأفواه وتخوين الصحفي اليمني، لكن هذه المرة من قبل أطراف خارجية. إنشاء قوائم وتوزيع اتهامات وتحريض وتهديد لمنع وصول الصورة الكاملة لكل اليمنيين، قوائم جديدة نشرتها وسائل إعلامية إماراتية تستهدف مؤسسات إعلامية وعددا من الصحفيين، خطوة لتكريس المنبر الواحد ومحاولة لإسكات الصوت الناقد لانتهاكات حقوق الإنسان. ما نشرته وسائل إعلام إماراتية اعتبره البعض انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير، وتحريضا صريحا على كل من ورد اسمه في تلك القوائم والتقارير الإعلامية. انعكاس الخلاف الخليجي على المشهد اليمني بحسب متابعين أصبح له بالغ التأثير على حياتهم وحرياتهم المهنية. شهد العامان المنصرمان اعتداءات متواصلة على الصحفيين وجرائم صارخة بحق الصحافة. احتلت اليمن خلالها مركزا متقدما في قائمة الانتهاكات التي تطال الإعلاميين ومؤسساتهم. تعرض الصحفيون للشيطنة من قبل الحوثي وتم انتهاك حقوقهم بعدها، ويتعرضون اليوم لنفس الشيطنة وبنفس اللغة من قبل بعض الأطراف، وكأن الوضع المتردي الذي تعرفه الصحافة اليمنية منذ الانقلاب والاجتياح ومحاولات تركيع الصحفيين وتضييق الخناق عليهم من قبل أطراف سياسية وأخرى عسكرية لم يعد كافيا. على اتساع رقعة التهديدات يبدو جدار الحماية أكثر هشاشة أمام موجة العنف التي تطال حياة الصحفيين وتحمل تهما بالإرهاب والتخوين ضدهم. دعوات أطلقها نقابيون وناشطون بإدارة صراعات الخليجيين بعيدا عن الإعلام وإيقاف تحريض المؤسسات الإعلامية الإماراتية على الصحفيين اليمنيين والزج بأسمائهم في تصفيات حسابات خليجية يعرف الجميع مغزاها. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الإعلامي يحيى الأحمدي من مأرب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ يحيى. يا مساء النور وعليك وزميلتنا آسيا ولكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك معنا أستاذ يحيى. بداية يعني جملة من الأحداث مرت على الصحفيين خاصة في الآونة الأخيرة، صحفيين اليمنيين، دعني أبدأ معك من الأخير. كيف تتابع تحركات مؤسسات إعلامية إماراتية بوضع قوائم لأسماء صحفيين تتهمهم بتهم عديدة، وذلك فقط لأن لديها موقف من انتهاكات الإمارات التي تحدث؟ الصحفي اليمني والإعلامي اليمني لديه ما يكفي لأن يعني يكون خارج نطاق التصنيفات. اليمنيون الصحفي في اليمن، نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 23 شهيد من الإعلاميين، من الزملاء الذين قضوا نحبهم في وهم يغطون هذه الجبهات، أو حتى ممن استخدموه كدروع بشرية في أماكن الاستهداف.
نتحدث عن أكثر من 150 اختطاف طال الصحفي اليمني، نتحدث عن أكثر من 17 أو إلى 20 مختطف داخل السجون مهددون بأحكام الإعدام كما حصل لأحدهم. أعتقد أن الإعلامي في اليمن يمر بحالة ربما كما يقول بين فكي كماشة. هناك إعلاميون اليوم لا يرون أبنائهم منذ عامين، هناك إعلاميون خارج البلد مشردون ومهددون. هؤلاء جميعا لا شك أنهم يحنون للوطن، يحنون لبلادهم، يحنون إلى أن يعيشوا يعني بكرامة وأن يعيشوا بحرية. ومشكلة الإعلام اليمني هي جزء من المشكلة التي تمس اليمنيين، وهي العودة إلى الدولة. هم يبحثون عن دولة ويبحثون عن أمن واستقرار. هذه القضايا الجانبية ربما يعني هي يعني مؤلمة، وهي بالفعل هو مؤلم أن يصنف صحفي أو إعلامي في مثل هذه الظروف التي يلاحق، ويعني هو مستهدف من الانقلاب ومن الانقلابيين في الداخل. فمن المعيب ومن المؤسف أيضا أن يستهدف من غيرهم. نعم، هل تعتقد أستاذ أن الدول أو بعض دول التحالف تريد أن تنقل النظرة أو النموذج الشمولي للصحافة في بلادها إلى اليمن بحكم تواجدها على الأراضي اليمنية اليوم؟ دعيني أكون في هذه النقطة صريح إلى حد كبير. يعني الأشقاء سواء كانوا في الإمارات أو في السعودية أو في أي دولة من دول الخليج، نحن وهم كنا وما زلنا في خندق واحد. نحن يعني إلى اليوم نبحث عن الدولة التي الأشقاء جاءوا من أجل استعادة الشرعية. هذه الشرعية نحن جزء من هذه المهمة الكبيرة التي نحن وهم في خندق واحد. لا أدري ما الذي حدث في الآونة الأخيرة، ربما المزايدات، ربما الوشايات. أنا لا أبرئ كثير من الإعلاميين الذين تصدروا المشهد منذ وقت مبكر ووشوا بزملائهم. هناك للأسف الشديد من هم في صدارة الإعلام اليمني في وزارة الإعلام بالتحديد، من عملوا بأسلوب رخيص إذا جاز التعبير ووشوا بزملائهم ورفعوا بأسماء ربما، وأصبحت المسألة مسألة مماحكات. الصحفي اليمني كما ذكرت لك آسيا لديه مهمة أكبر من هذه القضايا الصغيرة، لديه مهمة استعادة الدولة، إعادة الشرعية. اليمنيون ولكن يعني في خضم هذا الدور هم أكثر من استهدفوا. نعم نعم، في خضم دوره يعني وهو يمارس هذا الدور محاولا يعني إيجاد بلده وإعادة الشرعية لها، يتهم مثل هذه الاتهامات أو لنقل يطعن من الظهر. يعني كيف يمكن له أن يجابه صلف الحوثيين وملاحقتهم وأيضا التهم والقوائم السوداء التي يقيد اسمه هناك؟ يعني حتى أنه بالجملة أصبحت هذه القوائم، يعني القناة الفلانية، طاقم القناة الفلانية، طاقم القناة الكذا، يعني أمر يعني لم يعد حتى مجرد اسم أو اسمين، هناك أعداد كبيرة يتم اتهامها. نعم، هنا هذا هو المؤسف. يعني نحن اليوم نتحدث عن إعلاميين فقط، لا يوجد هذه التصنيفات. بالأمس كان لنا يعني للإعلاميين اليمنيين ملتقى كبير، وربما هذه الاتهامات وهذه القوائم ألقت بظلالها على الواقع الإعلامي والصحفي. هناك مشروع ربما طرح من الإعلاميين في داخل اليمن هنا في مأرب، ميثاق شرف للإعلاميين، يجب أن يكون هناك للإعلامي حقوق، يجب أن لا تتجاوز. يعني ربما الإعلاميون يشعرون بأنهم مستهدفون في أي لحظة، وبذلك هم يحصنون أنفسهم بهذا الميثاق الكبير الذي ربما في الأيام القادمة سنسمع عن خروج هذا المشروع إلى النور، وستسمعون. وإن شاء الله بإذن الله الأشقاء يتفهمون أن أي إعلامي أو صحفي لا يمكن أن يسكت إذا كان هناك شيء يزعجه أو شيء يضره. الإعلاميون يجب أن يكونوا بعيدين عن إذا كان هناك قضايا خلافية في أي منطقة أو لدى الأشقاء قضايا، لن تكون قضية أي بلد أكبر من قضية اليمنيين. اليمنيون قضيتهم أكبر من أن توصف، أكبر من مسألة مماحكات سياسية. نحن نتحدث عن مواطنة، نحن نتحدث عن جدران أربعة ليعيش اليمن فيها بكرامة، وفي طليعة هؤلاء اليمنيين الإعلاميون الذين
يبحثون عن الكرامة ولا يقبلون أن يصنفوا بمثل هذه التصنيفات، ولا يقبل أي عقل أو منطق أن يصنف إعلامي لعامين في الجبهة أو في مكان يعني في خط النار أن يصنف بأنه مع جماعة أو مع حزب أو مع طائفة. نحن تناسينا هذه المسميات الصغيرة، انتهت قبل عامين وخرجنا جميعا في صف واحد وهو صف مساندة الشرعية وعودة الدولة. نعم أستاذ يحيى، دعني أخذ منك بعض التفاصيل عن ميثاق الشرف الذي يعني تحدثت عنه، ولكن اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين من جنيف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ نبيل. يعني أنتم أصدرتم بيان في نقابة الصحفيين عن القوائم السوداء التي توزعها الإمارات بخصوص يعني الصحفيين الذي تتهمهم بأنهم خونة هكذا، يعني برأيك ما هي دوافع الإمارات مثل عمل هذه الخطوة؟ أولا أحب أن نوضح أن هذه القوائم ليست القوائم الأولى التي تنشر بل ضد الصحفيين، بل نشرت العديد من القوائم في وقت سابق من قبل الكثير من أطراف الصراع ما في الداخل أو في الخارج. نحن في حالة حرب، وأيضا من الطبيعي أن يكون هناك النزاعات متعددة كانت محلية أو إقليمية تنعكس بدورها على الوضع الصحفي في اليمن. للأسف الشديد هناك من يريد أن يزج بالصحفيين اليمنيين في أتون صراع إقليمي، الكل يعرف مغزى هذا الصراع، ولكن مثل هذه القوائم هي أشبه بتهديد حياة وبتكميم للأفواه. لابد أن يعلم الجميع أن الحرية، حرية الرأي والتعبير، هي حرية مطلقة وحدودها السماء. أما أن تكتب من أجل دولة أو أن تنتقد دولة أخرى أو من أجل رضا فريق آخر، ما يحدث الآن هو محاولة لتكميم أفواه الصحفيين وإخفاء الحقيقة والشهود من كافة الأطراف. لنكون واقعيين، في الداخل مثلا هناك كل الأطراف، كل الجهات التي تتقاتل على الأرض هي تقاتل الصحفيين وتمنعهم، وإن اختلفت النسبة لكن الجميع يقوم بهذه العملية بشتى الطرق. لا يوجد صحافة مستقلة أو أهلية متواجدة حاليا في الداخل، هناك صحافة متعددة. لنضرب لكم أمثلة، لا يوجد أي صحيفة أو موقع أو مناهض للحوثيين وصالح في العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، وبالمثل أيضا لا يوجد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية لتلك الجماعات والميليشيات تعمل في المناطق المحررة أو المناطق التي تسيطر عليها القوات الشرعية. بالإضافة إلى أن كل الجهات المسيطرة على مناطقها مثلا في تعز، في عدن، هي تقوم بممارسة الانتهاكات خارج إطار القانون. أيضا الميليشيات أو الجماعات المسلحة في تعز كجماعة أبو العباس التي تعتبر أبرز الجماعات التي تنتهك حرية الصحفيين، في عدن هناك جماعة الحزام الأمني وهذه الحزام الأمني ومن بعده الحراك الجنوبي، هؤلاء الجهتين هم يعتبروا أعلى انتهاكا في عدن من الحكومة الشرعية أيضا داخل عدن ضد الصحافة والصحفيين. في حضرموت هناك النخبة الحضرمية التي تمارس الانتهاكات، وكل ذلك خارج إطار القانون. بالمقابل أود أن أوضح نقطة رئيسية هناك، لا نظلم الجهات الأخرى حينما نقارنها بما فعلته الميليشيات في العاصمة صنعاء. النسبة مخيفة جدا، 80% ارتكبتها الميليشيات الحوثي وصالح، فيما بقية الأمور توزعت على تلك الجهات. نعم، إذن يعني بالنسبة لي يعني ما يحدث من انتشار هذه القوائم التي تحدثت أنها ربما ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، هل تعتقد أن الإمارات والسعودية تريد أن تفرض واقع تضييق على الحريات الإعلامية في اليمن كما هو الحال في بلدانها؟ بالفعل هذه التجربة ليست جديدة، ويعرف الجميع ويعرف زملائي الصحفيين في داخل المملكة والذين يعيشون في الإمارات أو اللي يعيشون حتى في القاهرة بأن مسألة الحريات الصحفية هي مسألة معدومة جدا لدى تلك الدول. كانت القاهرة نموذجا حيا وجيدا لبعض الحريات الصحفية في فترة من الفترات، لكنها تراجعت وانتكست. التقارير الدولية تؤكد بأن تلك الدول هي في أسفل قائمة الحريات الصحفية، لذلك لا تتوقع أن يكون هناك مجال للحريات الصحفية
الصحفية مهما كانت، حتى في الأراضي المسيطرة عليها أو بما هي أشبه التي هي تديرها الآن حاليا في الداخل، هي تريد أن تنفذ أجندتها وأن يكون الجميع في طواعيتها. لكن هناك شيء رئيسي في الصراع الإقليمي أو الخليجي الحاصل الآن بين السعودية والإمارات وقطر من جهة. هناك محاولة للزج بالإعلاميين اليمنيين والصحفيين اليمنيين في متون هذه الصراعات، إما تكونوا معنا أو سنعاقبكم، يعني بمعنى أن كثير من الصحفيين التي وردت أسمائهم في تلك القوائم هم من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وبالتالي الإمارات هي جزء من التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن، وبالتالي هي تريد إرسال رسالة واضحة جدا، أنتم في أراضينا وفي أماكن التي نستطيع الوصول إليها وتكميم أفواهكم، إما أن تكونوا معنا لأنه لا يوجد في حالة الحرب أن هناك أطراف، يعني يطلب أن يكون هناك أطراف مستقلة أو صحفيين مستقلين في حالة الحرب، دائما ما يطلب إما أن تكون معنا أو فأنت ضدنا، وهذا ما تمارسه الميليشيات في صنعاء بشكل واضح وما يحاول أن يمارسه الآخرون بشكل واضح. يعني نعم. هناك كثير من الصحفيين تعرضوا تفضل. نعم. إذا ما تم يعني أي تصعيد من قبل هذه الدول، خاصة وأن هناك صحفيين يعيشون على أراضيها كما تفضلت، ما هي خياراتكم كنقابة وناشطين دوليين حيال هؤلاء الصحفيين؟ في النهاية نقابة الصحفيين هي موقفها واضح، والنقابات العربية والدولية وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال الحقوق والحريات الصحفية موقفها واضح من هذا الإطار، أنها ستقف بصف واحد ضد كل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، كانت من أي دولة أو كانت من أي جماعة أهو. نحن نقف مع الضحايا ونحن نقف مع ضد الانتهاكات مهما كانت توجهاتها وأسبابها، لكنهم عليهم أن يعلموا شيئا واحدا، أن المجتمع الدولي سيسجل مثل هذه الأحداث وسيفسد وسيضع نقاط سوداء على بعض تلك الجهات والدول والشخصيات التي تقوم بتكميم الأفواه وأيضا محاولة التحريض على الصحفيين أيا كان توجههم. نحن عليهم أن يحترموا قناعات الصحفيين، كما أحب أن أشير إلى زملاء الصحفيين بضرورة مراعاة الكثير من الحقائق والمهنية ومحاولة عدم الخوض في هذا الصراع الذي لن يكون الصراع الخليجي صراحة لن يكون فيه من الضحايا سواء الضحايا اليمنيين كانوا صحفيين أو غيرهم. هذا الصراع سينعكس بدوره على اليمنيين وسنكون نحن الأكثر يعني ألما ووجعا في هذا الصراع. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، كيف تعلق على حديث الأستاذ نبيل خاصة وهو يوجه رسالة للإعلاميين اليمنيين أنهم المتضررين الأكثر في هذه الحرب، وأن هناك من يحاول جرهم إلى ملاعب ليست ربما يعني تخصهم أو ليسوا معنيين بها بالدرجة الأولى؟ أتفق مع الأستاذ نبيل إلى حد كبير في مسألة أن الإعلامي يجب أن يكون مترفعا عن القضايا في ظل القضية الكبرى التي هي قضية اليمن المعروفة. ربما لا يوجد يمني يفكر بغير عودة الدولة واستعادة الشرعية. القضايا الصغيرة، وحتى أكون آسيا منصفا، بالأمس التقينا بقائد قوة التحالف هنا في مأرب و تحدث إلى الإعلاميين بشفافية ووضوح ودعا الإعلاميين إلى القيام بواجبهم وأظهر يعني استعداده لتسهيل مهام الإعلاميين وقال نحن وأنتم جنبا إلى جنب. يعني الخلاصة من هذا الكلام ومن هذا اللقاء أن ربما هناك أيضا بعض الزملاء ضخموا بعض القضايا وحاولوا أن يصوروا الإعلاميين في جبهة وبعض الأشقاء في التحالف في جبهة أخرى وافتعلوا ربما هذه المشكلة. وبهذا أنا أؤيد ما ذكر الأخ نبيل بأنه نترفع عن هذه القضايا حتى استعادة الدولة والشرعية، وهناك يعني وعندما يصبح للوطن مكانته وسيادته. ولا شك أن النقابات المهنية والحقوقية والصحفية ستمارس دورها بكل شجاعة وبكل ثقة وبكل ما يملي عليها ضميرها وبما يملي القانون والدستور اليمني. نحن نطمئن الأشقاء في الخليج العربي بأننا لسنا طرفا في قضيتهم ولا في مشاكلهم،
نحن رحبنا بهم عندما جاءوا إلينا ومدوا يد العون، وما زلنا نحن وهم في خندق واحد، وهو مسألة استعادة نعم الشعبية. لكن ليست فقط مسألة أستاذ يحيى اسمح لي، ليست فقط مسألة يعني ما حدث في الشأن الخليجي، هناك أيضا يعني الحدة ربما ازدادت منذ بدأ الحديث عن الانتهاكات التي تحدث في عدن، عن المشروع الإماراتي المستغرب هناك، عن النفوذ الجديد الذي تود الإمارات وضعه بدلا من الشرعية وتحجيم دور الشرعية هناك. يعني المسألة ليست مضخمة من قبل أحد، يعني هناك قوائم فعلا نشرت في صحف إماراتية بأسماء محددة تتهمهم بأنهم خونة وعملاء، وبالإخوانة التي ربما مصطلح الإخوان الذي أصبح تهمة من لا يتفق مع الإمارات. هي المشكلة آسيا ربما لا تأتي أو ليست بعيدة عن ما يجري في المنطقة، يعني حتى عندما ينظر الإعلامي أو الصحفي أو يحاول الصحفي اليمني أن يكون بعيد عن هذه الخلافات، فلماذا يطلب منه أن يكون منحاز إلى جهة ضد جهة؟ نحن في اليمن ننظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، نحن ننظر للموضوع من زاوية أننا نبحث عن وطن وعن كرامة وعن سيادة. أي ممارسات تتنافى أو تصطدم بهذا المفهوم فإنها لا شك ستكون محل رفض أي صحفي وأي إعلامي في العالم، يعني ليس في اليمن فقط. الإعلاميون في اليمن يبحثون عن هذه المقومات وهذه الأساسيات، فأي كيان أو أي دولة أو أي بشر يريد أن يقف أو يحول دون الكرامة دون الحرية دون استعادة الدولة، فلا شك أن أي إعلامي أو أي إنسان، ليس الإعلاميين فقط حتى اليمنيين بشكل عام، لا يقبلون أن يزايد عليهم أحد أو أن يستنقص منهم أحد أو يكمم أفواه أحد ما دام يتحدث عن الحقيقة وما دام في صف الحقيقة. لكن إذا كان هناك كما ذكر الأخ نبيل أي صحفي يحاول أو يحاول أن يلعب أو يحاول أن يستخدم هذه الورقة لكي يبتز زملائه أو يبتز يعني أي إعلامي أو صحفي سواء كان في الداخل أو الخارج، فهذا بلا شك سيكون محل نبذ ومحل إجماع الصحفيين والإعلاميين خروج عن إطار الشرف المهنة وشرف العمل. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ يحيى أنت أستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليك. أستاذ يحيى واسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام من القاهرة. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار، بداية أود أن أسمع تعليقك حول القوائم السوداء التي وضعتها الإمارات حيال الصحفيين الذين يختلفون معها سياسيا ويتحدثون عن انتهاكاتها في اليمن. أولا بالنسبة لهذه القوائم التي وضعت والتي تم نشرها هي ليست جديدة منذ تقريبا 4 أشهر، والإمارات ووسائل الإعلام الإماراتية تقوم بشيطنة كل من يتحدث عن ما تقوم به في مدينة عدن، كل من ينتقد تصرفاتها في مدينة عدن قامت بتشويه صورهم وقامت بنشر أخبار عنهم بهدف تشويه صورتهم أمام التحالف العربي وأمام الأشقاء في المملكة العربية السعودية. ولكن هذه الحملات تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصا بعد إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم والذي ترعاه أبو ظبي. بالتالي هذه القوائم بالفعل فاجأة في الجميع، يعني نحن ومعظم من تم استهدافهم هم مع التحالف العربي وأعلنوا مواقف واضحة ومواقف لا لبس فيها أنهم مع التحالف أنهم مع الشرعية، ولكن للأسف الشديد تفاجأ الكثير من هؤلاء الزملاء الصحفيين انهم تم شيطنتهم وتم نعتهم باوصاف كانت ميليشيا الحوثي قد نعتتهم بها من قبل من باب انهم مرتزقه وانهم تابعين لجهات تريد تدمير اليمن، مع انهم يمنيين بالفعل وهم الاحق بتناول الشان اليمني من غيرهم. بالتالي هذه انا اعتقد انها ممارسات غير مقبولة ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذه التصرفات، وليعلم الجميع أن اليمن والصحفيين اليمنيين سقف الحرية عندهم مرتفع جدا
ونحن في بلد ديمقراطي وجمهوري، ويسمح للصحفيين والإعلاميين بالانتقاد والتحدث بشكل واضح وصريح أمام وسائل الإعلام وأمام الصحافة والإعلام. بالتالي هذه التصرفات أنا أعتقد أنها تصرفات مرفوضة ولا يمكن القبول بها. نحن في إطار التحالف العربي، في إطار شراكة واحدة، في إطار تعاون مشترك من أجل القضية اليمنية. بالتالي لا يمكن القبول بتسليم الأفواه، لا يمكن القبول بسيطرة الإعلاميين اليمنيين. وأنا أعتقد أنه من الغباء بالفعل استهداف الصحفيين واستهداف شريحة مهمة كشريحة الإعلاميين، لأنه هذا الباب سيجلب الكثير من الإشكاليات، سيجعل من الملفات الغير معلنة والملفات التي لم يتم التطرق لها، أعتقد أنها سيتم جرهم وسيتم حشرهم في زاوية تجعل من الجميع يعني يتحدث بدون مراعاة لحساسية الوضع ولحساسية الموقف التي نعيشها. نعم أستاذ مختار، يعني أنت مسؤول حكومي ومستشار وزارة الإعلام، ومع ذلك ورد اسمك في هذه القوائم، هل يعني ذلك أن الإمارة تتعامل مع الحكومة اليمنية بخفة؟ إذا كانت الإمارات تعاملت مع رئيس الجمهورية واستهدفت رئيس الجمهورية وهو رئيس الجمهورية وهو الرجل الأول في الدولة، وقامت بتناوله بشكل غير مقبول وتناولته بطريقة أعتقد أنها غير مقبولة ولا يمكن لأحد أن يقبلها، بالتالي هي تتعامل مع الجميع ليس فقط مع مختار الرحبي فقط، ولكنها تتعامل مع الجميع بطريقة غير مقبولة، بطريقة أنا أعتقد أنها من وجهة نظري أنها طريقة يعني استفزازية أن يتم حشر مسؤولين حكوميين ونعتهم بأوصاف يعني غير مقبولة، والحديث عنهم أنهم مرتزقة وأنهم يعملون مع قطر، ومحاولة جرهم إلى زاوية وإلى إشكالية هي خليجية ليست يمنية. اليمن ليست طرف في الأزمة الخليجية، ونحن تحدثنا أن موقفنا هو موقف الحكومة اليمنية المعلن، بالتالي لم نتدخل ولم نكن طرفا في هذه الأزمة، ولكن للأسف الشديد هناك إعلاميين وهناك مسؤولين وصحافة للأسف الشديد تريد أن تبحث عن إشكالية، تبحث عن معركة تخوضها مع الإعلاميين اليمنيين، والتهمة طبعا جاهزة، عملاء لقطر إخوانيين وغيرها من التهم المقولبة والجاهزة. وأنا من خلال منبركم أدعو جميع الإعلاميين اليمنيين، جميع الصحفيين اليمنيين أن تكون لهم أن يكون لهم موقف واحد، لأن اليوم استهدفوا 36 صحفي، غدا سيستهدفوا كل الصحفيين، كل من سيقف ضد أجندة الإمارة في اليمن سيقفون ضده، سينشرون قوائم جديدة سيستهدفونهم في قنوات وفي صحف. إذا كانت الصحيفة التي استهدفت الإعلاميين هي صحيفة مغمورة لا أحد يعرفها، غدا سيتم استهدافهم عبر قنوات معروفة، عبر صحف معروفة، وهذا ما لا نرضاه لأحد من الصحفيين. أنا كأحد من وردت اسمه في هذه القوائم، أنا أدعو نقابة الصحفيين وأدعو الجميع أن يتكاتف لردع هذه الممارسات الغير مقبولة والتي تمس حرية الصحافة وحرية التعبير في هذه المرحلة. نعم، إذن برأيك هل هذه مقدمة لمحاولات الإمارات فرض واقع سياسي جديد أو معين في جنوب البلاد؟ هذا شيء طبعا واضح، وهذا شيء ممارسة القمع والاستبداد وعدم قبول الرأي والرأي الآخر وعدم الاستماع للانتقاد، هذا يعني مقدمة لاتخاذ خطوات قد تكون غير مقبولة، قد تكون هذه الخطوات أيضا يعني غير مقبولة شعبيا. بالتالي هم يريدون الآن ممارسة الإرهاب على الصحفيين وعلى الإعلاميين لكي لا يتم الحديث عبر وسائل الإعلام وفضح بعض المشاريع التي هي غير واضحة والحديث عنها من خلال وسائل الإعلام، بالتالي محاولة إرهابهم، محاولة شيطنتهم، محاولة نشر أسماءهم وإرهابهم، هذا بكل تأكيد أنه يجعل الجميع يتساءل لماذا هذه الشيطنة، مع أن الجميع هو في بوتقة واحدة وفي إطار واحد نحن أعلناها بكل صراحة وأمام الجميع أننا مع التحالف، أننا مع المملكة التي تقود التحالف، ولكن نحن لن نقبل بالانحراف عن أهداف عاصفة الحزب، لن نقبل بممارسة أو إدخال أجندة جديدة لليمن. اليمن بحاجة إلى تحرير من الميليشيات الحوثية، وبعد ذلك يتاح المجال لليمنيين للحوار وحل مشاكلهم، وليس فرض أجندة خارجية بالقوة. ما الفرق بين الأجندة التي تريد فصل الجنوب مع أجندة إيران التي حاولت منح الحوثيين السلطة المطلقة في اليمن؟ الأجندة هذه كلها مرفوضة، ولا يمكن للشعب اليمني أن يقبل بهذه الأجندة وممارسة العنف ضد الصحافة والصحفيين وممارسة تكميم الأفواه. اليمن تقريبا منذ بعد الثورة 2011 شهدت قفزة نوعية في حرية الصحافة
وحرية التعبير، بالتالي أن يتم ممارسة الآن دور تكميم الأفواه أنا أعتقد أنه غير مقبول، ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذه الممارسات من قبل وسائل الإعلام. وأنا أدعو هنا الأشقاء وأدعو العقلاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في الدول الشقيقة أن لا يجعلوا من الإعلامي اليمني والصحفي اليمني مشكلة أمامهم وحاجز أمامهم، وكذلك أنه يكون هدف لاستهدافاتهم ولحملاتهم. إذا كانت هناك إشكاليات فيما بيننا فعليهم أن يحلوها بعيدا عننا كيمنيين. نحن لدينا قضية عميقة ومشكلة متجذرة في اليمن وهي مشكلة الانقلابيين، ما دون ذلك أنا أعتقد أنه ليس من صالحنا أن ندخل فيها وليس من صالحنا أن نكون جزء من مشاكلهم الداخلية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، كنت حدثتنا عن لقاء إعلامي حول ميثاق شرف إعلامي، ما الذي تضمنه هذا الميثاق؟ هو مشروع مطروح منذ شهرين تقريبا، وهناك كثير من الزملاء ارتأوا أن يكون هناك ميثاق شرف للصحفيين والإعلاميين لا سيما المتواجدين هنا في مأرب، وهم من مختلف الأطياف. الإعلاميون هنا في مأرب يعيشون منذ عامين، لم تسجل حالة واحدة خلاف بينهم ولا اعتداء أو حتى اتهام لبعضهم البعض، الكل يعيش في ربما في مبنى واحد يتحدث يعني أو مبنيين، دائما جلساتنا مع بعض من مختلف الأحزاب، ذابت المسميات وذابت الأسماء والكنى، والكل أصبح في خندق واحد وفي مهمة واحدة. هذا الميثاق الشرف هو كما يقولون يعني لنا وعلينا، يعني يستدعي أن نقف أمام محددات معينة لا نتجاوزها كي تستمر هذا الانسجام، وأيضا نستمر في أداء هذا الدور المنوط بالصحفيين والإعلاميين بعيدا عن الخلافات والمناكفات. نحن أيضا يعني نطمن إخواننا وأشقائنا في الخليج بأننا في اليمن لسنا طرفا في أي مشكلة بينهم، يعني نحن بالعكس نحن حريصون كل الحرص على أن يبقى التحالف متماسكا وأن تبقى القضية اليمن هي المنبر الأول. نحن نأسف كثيرا أن تبقى قضية اليمن في هامش الأخبار وأن تبقى المناكفات وهذه المعارك الجانبية هي التي تتصدر المشهد للأسف، وهناك تراجع كبير في الخطاب الإعلامي تجاه القضية الكبرى وهي قضية استعادة الدولة وشرعية اليمنية. نعم، يعني هل يراد للصحفي أن يتغاضى عن الأخطاء التي يراها؟ أليس من واجبه كشف الحقيقة وتقديمها للناس؟ لا، هو لا يرد أبدا، لا يمكن في اليمن، وأنت تعلمي آسيا والكل يعلم أن اليمنيين في الفترة الأخيرة وبعد ثورة 2011 بالتحديد لم يعد هناك ما يحافظون عليه أو لم يعد هناك ما يفخرون به أكثر من حريتهم وكرامتهم. ولهذا فإن الإعلاميين في اليمن لا يمكن أن يمارس الكبت على أحد، تقريبا 17 مختطف لو كانوا يحبون لو كانوا يراهنون على مصالحهم الذاتية والشخصية لكانوا في مأمن، لكنهم فضلوا الوطن وفضلوا قضيتهم أن يبقوا في السجون وأن يبقوا يعني في المكان الذي لا يمكن أحد أن يتصور الحالة المأساوية التي يعيشونها. كل هذا من أجل الوطن. أيضا هناك من الإعلاميين من تركوا منازلهم، تركوا أسرهم وذهبوا يبحثون عن الحرية والكرامة، فمن كانت هذه همته لا يمكن أن يساوم أو أن يكبت على أحد. ولكن تقنين أو إذا جاز التعبير هو تهذيب الخطاب، يعني توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم المعركة الكبرى. فيما يخص القضايا الجانبية هناك حرية مطلقة، لا يمكن أن أحد يستخدم العصا الغليظة على صحفي لم يعد لديه ما يمتلكه إلا القلم، يعني فلهذا هي قناعة ذاتية أنه قضيتنا الأساسية هي قضية اليمن وقضية استعادة الدولة والشرعية، وأي قضية جانبية تقريبا هناك إجماع ليس يعني بالتكراه أو بالعنف أو بطلب من أحد أنه نتجنبها نتغاضى عنها ما دامت لا تمسنا ولا تمس يعني أهدافنا الكبرى.
نعم. إذن أستاذ يحيى، أنت ذكرت يعني 18 صحفي المختطف، يعني 17 منهم في سجون الميليشيا، واحد في سجون القاعدة. لا تحركات جديدة للإفراج عن هؤلاء الصحفيين، ما رأيك؟ والله هو من المؤسف يعني أن يستخدم صحفيون كأوراق ضغط من أي فئة كانت، يعني نحن لا نقبل. ولذلك المناطق الخاضعة للشرعية إلى اليوم لم يختطف أي صحفي، لم يحجز أي صحفي، وهذا مفخرة. صحيح أن الشرعية تعاني من أمراض كثيرة، صحيح أن هناك إخفاق، صحيح أن هناك مشكلة كثيرة جدا، لكن هذه النقطة تحسب لها. في مأرب ما يقارب 400 صحفي وإعلامي بين مصور ومحرر أخبار ومراسل ميداني، لا يمكن أن يحجز صحفي إلى اليوم. يعني تم توقيف أحد الصحفيين من أبناء مأرب وقامت الدنيا ولم تقعد، وخرج الصحفيون وتم الإفراج عنه. فقط كان توقيف فقط لمسألة الاستيضاح أو تقديم أسئلة محددة حول قضية معينة. فأقول بأنه هؤلاء الصحفيين الذين في سجون الميليشيات، هذه مسؤولية كبيرة، ليست مسؤولية الصحفيين اليمنيين فقط، هذه مسؤوليات المجتمع الدولي، مسؤوليات المؤسسات والمنظمات الحقوقية، مسؤولية نقابة الصحفيين أن تتحرك، وقد تحركت، وهذا من باب الإنصاف أن ننصفهم. وأيضا كل المجتمع، كل منظمات الحقوقية وأصحاب الرأي والكتاب وكل من له صلة وكل من يستطيع أن يعمل على إنقاذهم فليبادر، لأن هناك يعني بعضهم شرف على الهلاك من هول التعذيب. وأيضا الأمراض التي هاجمت اليمنيين، حتى الذين يعيشون في الهواء الطلق، فما بالك بمن يعيشون تحت الأرض ومن يقبعون في أقبية الاختطاف. نعم. طيب أستاذ يحيى، يعني بالمشهد العام، يعني هل تعتقد أن الإعلام حاليا في اليمن مسيس تماما؟ المؤسسات الإعلامية تتبع مشاريع سياسية وتتعامل مع الضحية وفق انتمائها وليس كونها إنسان ويستحق الوقوف بجانبها، خاصة يعني ونحن في فترة حرب؟ يعني أستطيع أن أقول بأنه الصحفي وإن كان مطالب بالمهنية ومطالب بضوابط العمل الصحفي، لكن لا يخفي أحد من الصحفيين أنه منحاز للوطن. الوطن هذا الذي كل هذه المسميات هي وسيلة من أجل بنائه ومن أجل كرامة المواطن، فنحن منحازون لقضيتنا لا شك، ولا أحد يستطيع أن يتهمنا أو أن يزايد علينا في هذه المسألة. مسألة الوطن هي مقدمة أو منحاز لها، ونقف إلى جانب الشرعية كونها الخيط الذي نستطيع أن نصل به إلى ما نصب إليه، وهو الصوت الذي نستطيع أن نتمسك به وليعبر عنا، وإن كان كما ذكرت ربما يعاني من مشكلات داخلية وضعف وتقصير، لكن نعم. في الأخير نحن منحازون لهذا الكيان. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا في حوارنا هذا الصحفي غمدان اليوسفي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ غمدان. يعني بالأمس كنا نتحدث عن قوائم تضعها ميليشيا الانقلاب، اليوم هناك قوائم جديدة تصدرها الإمارات وغيرها بحكم يعني من يختلف معها سياسيا صنفته بأنه ينضم أو ينضوي تحت جماعة الإخوان. كيف يمكن للصحفي أن يعيش في ظل أجواء يعني كهذه ملغومة؟ كلما أراد أن يكتب حقيقة ما وجد طرفا لكي يصنفه. أولا ربما من المعيب سواء على الإمارات أو سواء على السعودية أو سواء حتى على قطر، يعني أن يكون لها مهمة يعني رسم خط التفكير لصحفي في اليمن فقط بحجة أن هذه الدولة أو تلك شاركت في يعني عملية عسكرية في اليمن. حتى هذه اللحظة لم يكتب لها النجاح، بغض النظر نختلف ونتفق. وأعتقد أنه أيضا الصحفي اليمني الذي هو اليوم يوضع في هذه القوائم كان في الواجهة الإعلامية في وسائل الإعلام الإماراتية نفسها أو في وسائل الإعلام السعودي نفسه أو في وسائل الإعلام القطرية نفسها. فمن يعني لا يحق لهذه الدولة أو تلك أن تصنف هذا الشخص أو ذاك بأنه
سواء مع الإخوان أو في النهاية لا زال حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن هو حزب معترف به رسميا، وأعتقد الجميع يسعى للمحافظة على كيان حزب الإصلاح بالرغم الاختلافات التي يعني بينها وبين الأطياف وبين الأطياف السياسية، لكن لا أحد يستطيع أن يلغي لا حزب الإصلاح ولا الاشتراكي ولا حتى الحوثيين برغم كل هذه الأيام. نحن نتحدث عن بقاء هذه الجماعات في الأحزاب. أما ما يتعلق بمسألة أن توضع هذه القوائم في حين كانت يعني كنت أنا يعني إذا أتحدث بشكل شخصي يعني في الأمس بالأمس أنا يعني أظهر في جميع القنوات السعودية أو الإماراتية أو غيرها، ويعني أنا في صدارة الواجهة الإعلامية مع مجموعة كبيرة من الزملاء اليوم فقط لأني لا أتفق مع الصراع الخليجي برمته، وليس لا أتفق مع الإمارات أو مع قطر أو مع السعودية، أنا لا أتفق مع فكرة الصراع في الخليج لأنه أراها فكرة يعني وهمية، فكرة غير حقيقية للصراع، فبالتالي يعني بالضرورة أن أصنف يعني ضمن هذا الطرف أو ذاك. يعني في النهاية أنا أنتقد جميع الأطراف إذا أخطأت، وأنا أنتقد الحكومة إذا أخطأت، أنا أنتقد حتى يعني أصدقائي في وسائل الإعلام أو زملائي أو ما شاء، أنا أنتقد يعني باللغة التي يحق لي فيها أن أنتقد. نعم، هذا هو عمل الصحفي في نهاية الأمر. بالضبط، هذا هو عمل الصحفي، أن يكون منتقدا بما يتاح له من يعني من حرية رأي يعني يختارها هو. اليوم يعني أن يصنفني الحوثيين كمرتزق أو كخائن أو يضعني في المحكمة الجزائية المتخصصة يعني تحت طائلة حكم يعني أو تحت طائلة الدستور يدعون أنهم يحمونه، يعني في الطرف الآخر هذا الذي أنت تعمل معه يعني لعامين على التوالي ويعني وتضررت كثيرا، ربما تضررت حياتك وأصبحت يعني لاجئ في النهاية في تشرد في المطارات وفي البلدان، واليوم يضعك في قائمة خوينية، يعني لا يحق لك أنت أو الحوثي أو غيرك. يعني في النهاية أعتقد أنه يعني شب الصحفي اليمني على الطوق وأصبح قادر على يعني على فرض ما هو الجيد لبلده أو ما هو الجيد استراتيجيا في الغد، ما هو الجيد اليوم، من الذي وقف معنا، لا نفرق نحن بين الدعم لكل هذه الدول يعني على مدى تاريخها مع اليمن، لكن أيضا لا. اليوم يجب أن نقول للأخطاء لا. برأيك أستاذ غمدان، يعني ما هي خيارات الصحفي في مثل هكذا وضع، في الدفاع عن حقوقهم، ظروف حرب وصراع وتهم من تكال لهم من كل جانب؟ دعيني أتحدث بهذه المرارة. للأسف يعني في النهاية الصحفي أو المواطن بشكل عام اليمني يعني في حين الإمارات العربية المتحدة اليوم تصنفه في يعني في ضمن هذه الخانات، يعني هي ليس يعني هو أساسا ليس له ذلك الفضل الذي يمكن أن يدخل فيه حتى يعني يتاح له حرية التنقل في داخل الإمارات نفسها. يعني إذا تحدثت عن أمر شخصي، منذ العام 2011 أنا حصلت على فرصة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم أستطع الدخول لتلك البلد بتأشيرة عمل لأنه ممنوع أصلا على اليمنيين أن يحصلوا على تأشيرة عمل، بالتالي ما الذي ستحرمني منه لأجل أن تضعني أو تصنفني في هذه القوائم؟ بينما يعني المملكة العربية السعودية يعيش فيها عشرات الصحفيين اليوم، وأعتقد أنه لديهم مساحة من الحرية حتى يتحدثوا فيها داخل المملكة العربية السعودية وينتقدوا فيها الإمارات. يعني فبالتالي لا تستطيع أن تزايد عليه اليوم. الصحفي اليمني حر سواء عاش في الداخل أو في الخارج أو في أي مكان. نعم، إذن شكراً الأخير. شكرا جزيلا لك غمدان اليوسفي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. في نصف دقيقة أستاذ يحيى، برأيك أيضا ما هي خيارات الصحفي في ظل واقع قد يتهم فيه من كل الأطراف؟ الخيارات ربما يعني تبدو ضيقة في مسألة هذا التصنيف الذي فيه إجحاف وفيه عدم دراسة لأبعاده. نحن نشعر بأنه للأسف شديد هذه الخلافات وهذه التصنيفات ألقت بظلالها ربما على نفسية الصحفي والإعلام الذي يخاطر بنفسه في الجبهات وفي مقدمة الصفوف، ليكتشف بعد لحظة أنه غير مرغوب فيه وأنه يعني ربما مصنف لجهة ما أو لجهة قد تقزم عمله، رغم أنه ينتمي إلى وطن، ينتمي إلى يعني قضية كبرى، يعني تداركنا الوقت، يعني يجعل الفرص غير متاحة. نعم، تداركنا الوقت أستاذ يحيى، شكرا جزيلا لك. يحيى الأحمدي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. أشكر لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.